عرضية باتجاه بيتروفيتش يتقدم في الجهة اليسرى، وطبعا الظهير في الكرة العرضية اصبح جناحا خفيا ينطلق في قناة الجناح الايمن او الايسر، هذه الكرة الى مياتوفيتش يلعب داخل المنطقة خطيرة باتجاه المرمى والكرة في المرمى، هدف اول لمنتخب يوغوسلافيا، الهدف الاول لمنتخب يوغوسلافيا من احراز ستانكوفيتش. يتقدم يوغوسلافيا ليوغوسلافيا في نصف الملعب الالماني الى مياتوفيتش، يوغوسلافيا الذي اصيب قبل قليل الا يصل منطقة الجزاء، تنتقل الكرة الى شافيجيتش يسدد والكرة في المرمى، غلطة من كابتي وهدف من ستانكوفيتش قائد لمنتخب اليوغوسلافي، الهدف الثاني ليوغوسلافيا في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني. كارلوس يرجع كثيرا للوراء يصوب مباشرة والكرة في المرمى، تنعكس من قدم ميهايلوفيتش وتسقط الشباك اليوغوسلافية من عليه الهدف الأول في المباراة. لكن الآن هناك ضربة رسمية لألمانيا والكرة مرفوعة راسية في المرمى، ينجح باخوف بالفعل، أوليفر باخوف المنقذ ينقذ ألمانيا من جديد،